السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور محمد فتحي. هنتكلم بإذن الله، هنحل مع بعض إن شاء الله النهاردة أسئلة شابتر البيدياتريكس. هنحضر السؤال واختيارات وهنعرف نختار إيه الإجابة دي حسب شرح الشابتر، تمام؟ أول سؤال بيقول لك نيو بورن ويز فيفر ديزني أند جوندز هي كان تيك، يعني الطفل عنده حمى، عنده صعوبة في التنفس، وعنده الصفرة، دي أعراض إيه؟ دي أعراض منجايتس. بالنسبة للاختيارات قال لك امبيسيلين مع جنتامايسين، ولا سيفتازيدين مع جنتامايسين، ولا امبيسيلين مع سيفترياكزون. طبعا نرجع للجدول بتاع تقسيمه العمر ده، بيقول لك نيو بورن يعني عمره من يوم لشهر، يبقى طبعا هنستعمل امبيسيلين مع جنتامايسين حسب اول جدول في علاج الفيفر، حسب علاج المنجايتس، سوري، حسب العمر. طيب تاني سؤال، نيونيتال برونكيولايتس تريتمنت، علاج حاله البرونكيولايتس في النيونيتس لما اطفال حديث الولاده، انتي فايرال ولا انتي بكتيريال ولا فنتيليشن سبورتيف سيرا او سبورتيف نيوتريشن. دي بتكون حاله سبيراتين سيشال فيروس حسب اعراضها، قال لك نيوتر برونكيولايتس. بالنسبه للسبيراتين سيشال فيروس احنا قلنا اهم حاجه في العلاج ان السبورتيف سيرا بالفنتيليشن والسبورتيف نيوتريشن، اهم الانتي فايرال واهم الانتي بكتيريال. قلنا الانتي فايرال في حالات معينه، والانتي بكتيريال فقط في حاله لما يكون سكندري بكتيريا انفكشن. طيب السؤال الثالث، قال لك طفل عنده 18 شهر with history of premature birth، يعني مولود مبتسر قبل ميعاده، كان كرون لانج ديزيز از ميد تو بيدياتريك اي سي يو with patient with respiratory distress requiring intubation fever and 3 days history of cold like symptoms nasal swab is positive for respiratory syncytial virus، يعني هو فعلا عنده respiratory syncytial virus. What is the best intervention؟ هدي الباليفيزوماب، احنا قلنا الباليفيزوماب ده في حاله البروفيلاكسس. طيب هدي الكورتيكوستيرويد، احنا قلنا نوت ريكومندد. طيب سيفيروكزيم، سيفيروكزيم ده انتي بايوتيك سكند جينيشن فيروس بوينت، بنستعمله في سكند بكتيريا انفكشن، ان هو قال لك ما عندوش بكتيريا انفكشن حاليا وعنده سبيشال فيروس. طيب رابع اختيار هو الاختيار الصحيح اللي هو اي في فلويد انترافينس فلويد وسبورتيف كير، اللي زي ما قلنا سبورتيف سيرابي اللي هو نون فارماكولوجيكال تريتمنت، هو العلاج الأهم في علاج الريسبيراتوري سينسيشال فيروس في حالة الأطفال زي ما اتكلمنا أثناء شرح الشابتر. السؤال الرابع، فور أوتيتس ميديا اند تشيلدرن الأنتي بيوتيك أوف تشويس، في حالة أوتيتس ميديا في الأطفال إيه هو الأحسن أنتي بيوتيك اتكلمنا عنه؟ زي ما قلنا هاي دوز أو أمكسيسيلين هي الفيرست تشويس، بدائلها قلنا عليهم من الماسيفدينير والسيفيروكزيم والأزيثروميسين، لكن الفيرست لاين هو الهاي دوز او امكسيسيلين. السؤال الخامس، بنت عندها سنتين هاز اوتيتس ميديا which is the best medication for here، هاي دوز امكسيسيلين ولا ازيثروميسين ولا اريثروميسين ولا كوترايموكسازول. لا يعني لازم نفرق، احنا قلنا اللاج اوف تشويس هو هاي دوز اوف امكسيسيلين مش الامكسيسيلين، الامكسيسيلين ضعيف جدا مقارنه بالامكسيسيلين، ما ينفعش تقول ان الهاي دوز من امبيسيلين هي دكتور تشويس لعلاج الاوتيتس ميديا. طيب احنا لو افتكر بقى البدائل بتاعه الهاي دوز امبيسيلين في علاج الاوتيتس ميديا، هل كان فيهم اريثروميسين هو الماكرولايت ولا كان كوترايموكسازول ولا ازيثروميسين؟ اللي كان موجود فيهم في البدائل هو الازيثروميسين، بالتالي الاجابه الصحيحه هي الازيثروميسين طالما قال لك مفيش هاي دوز امبيسيلين. السؤال السادس، قال لك طفل بياخد جرعه عاليه من امبيسيلين لعلاج الاوتيتس ميديا اللي هتضرب 99 مللي جرام لكل كيلو جرام. طيب جه كيم تو كلينيك فور نيمونيا اند انفلونزا فاكسين، هتعمل ايه معاه؟ هل هتديله الفاكسينات ولا هتلغي الفاكسين ولا هتأجله لمدة سنة؟ لا الصح ان احنا قلنا لما اتكلمنا على نقطة الفاكسينيشن قال لك لا النيمونيا والانفلونزا فاكسين يتاخد في ميعادهم عادي، هما برضه بيساعدوا في البروفيلاكسيز من اوتيتس ميديا. احنا قلنا برضه في شابتر الفاكسين ان استعمال المضادات الحيوية مش بيتطلب تأجيل أو منع العلاج الفاكسينيشن، تمام؟ يبقى ياخد الفاكسين عادي، الإجابة الصحيحة إنه ياخد الفاكسين زي ما هو. السؤال السابع، Child with otitis media and QT prolongation which antibiotic is contraindicated، يعني طفل عنده otitis media بسبب الأذن الوسطى وفي نفس الوقت عنده مشكلة QT prolongation اللي احنا قلنا عليها قبل كده إن هي مشكلة في لخبطة في كهربة القلب مش مظبوطة، ايه يعني بقى الانتيبيوتيك بيكون ممنوع في حالته؟ الازيثروميسين ولا الامكسيسيلين ولا السيفدينير؟ احنا اتكلمنا في البريكوشن بتاعه استخدام المضادات الحيويه
الأزيثروميسين بيعمل حاجة اسمها كيو تي برولونجيشن، فبالتالي هو اللي بيكون كونترا انديكيتد هو الأزيثروميسين. طب السؤال الثامن، الأمفيتامين فارماكولوجيكال أكشن، الأمفيتامين ده